في سياق التحركات الإسرائيلية الميدانية في غزة ولبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم التحاق لواء جفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية في جباليا شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه على مدار 24 ساعة الماضية قضت القوات البرية وسلاح الجو الإسرائيلي على العشرات من عناصر حماس في مواجهات عن قرب وضربات جوية، وفككت البنية التحتية للحركة في المنطقة. في إطار استمرار المواجهة مع عناصر حزب الله في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سينشر لواء احتياطيا إضافيا للقيام بمهام عملياتية على الحدود الشمالية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن سعيه لتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. وفي تطور لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين أحدهما احتياطي بجروح طفيفة في حادثة وقعت جنوب البحر الميت. في هذا السياق نفى الجيش الأردني ما ورد عن اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للبلاد إلى إسرائيل، مشددا على ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تحييد مهاجمين كانا يرتديان ملابس عسكرية أطلقا النار على جنود إسرائيليين. ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي الدرعي، فإن مهاجمين اجتزال الحدود من الأردن وأطلقا النار باتجاه قوات إسرائيلية قبل أن يقتل. وتنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أهلا بك أحلام مرة أخرى. إذا أحلام، آخر التصريحات الإسرائيلية بشأن غزة ولبنان وعملية البحر الميت كذلك. في غزة والتطورات الحاصلة بعد أن قتل يحيى السنوار مشتبكا مع قوات الجيش الإسرائيلي، هناك المعلومات التي تخرج من الدائرة المقربة من صنع القرار القريبة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تقول بأنه حتى هذه الأثناء لا يوجد هناك أي من العوامل والتغيرات التي حصلت بعد مقتل السنوار، وإنما جميع الأمور ما زالت تراوح مكانها، وفي المدى القصير هذا الأمر سوف يبقى على حاله، تحديدا فيما يتعلق بقضية الأسرى والمحتجزين وصفقة التبادل، وإنما قد يكون هناك أي من المتغيرات خلال المدى الطويل. ومن غير المعروف ما المقصود بالمدى الطويل وما هي الفترة الزمنية، هذا ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية، وبالتالي لا يوجد هناك أي من المؤشرات الحالية التي تفيد بأن هناك زحزحة لهذه المفاوضات التي هي معلقة منذ نحو شهر. وعمليا مع مقتل السنوار ورحيله، الأمر لربما سوف يكون مشابها مع عملية اغتيال لإسماعيل هنية في الأشهر الماضية، فالأمور ما زالت تراوح مكانها منذ ذلك الوقت حتى اليوم. هناك وفقا للأمور التي كانت مجدولة، هو الاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا الاجتماع كان مجدولا سابقا، كان يراد منه أن يناقش الأمور المتعلقة بالاستهداف الإسرائيلي للأهداف الإيرانية كرد على الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران باتجاه القواعد الإسرائيلية، وكذلك الأمر التطورات الحاصلة على الجبهة الشمالية. ولكن أضيف إلى هذا الأمر التطورات الحاصلة في قطاع غزة بعد مقتل السنوار، ولا يوجد هناك أي من التفاصيل المتعلقة بحيثيات وأمور ما آلت إليه هذه التطورات المتعلقة بهذا الاجتماع عمليا، وبالتالي الأمور ما زالت تروح مكانها فيما يتعلق بالملف الحاصل والتطورات بعد مقتل السنوار. وإذ ما تحدثنا عن الجبهة الشمالية، كان هناك الإعلان عن إصابة ثلاثة من
الجنود الإسرائيليين بحالة صعبة وحالة خطيرة عمليا، ووفقا لما خرج من معلومات فيبدو بأن هذه الإصابات جاءت جراء نيران صديقة أطلقت من المدفعية الإسرائيلية عن طريق الخطأ كما صدر، وبالتالي هناك التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لمعرفة إن كانت هي نتيجة للارتباك أو أي من الأخطاء التي حصلت خلال هذه المواجهات على الجبهة الشمالية. إضافة إلى هؤلاء الثلاثة، أيضا كان هناك الإعلان ليلة أمس عن مقتل 5 من الجنود الإسرائيليين من وحدة جولاني، إلى جانبهم هناك كان قرابة 10 إصابات من ضمنها 3 إصابات بحالة صعبة في صفوف الجنود الإسرائيليين، الأمر الذي يرفع أعداد الجنود المصابين وأيضا القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ قرابة الأسبوعين من بدء هذه العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية. إلى جانب من ذلك، كانت صفارات الإنذار قد دوت خلال الدقائق الماضية في منطقة الكريوت هامفراتس وفي مدينة عكا، ويبدو بأن هناك إطلاق لعدد من الصواريخ. حتى هذه الأثناء لا يوجد هناك معلومات عن وجود إصابات، إنما سوف تكون هناك المعلومات الأكيدة من قبل الإسعاف الإسرائيلي بخصوص هذا الأمر. شكرا لك على موافاتنا بآخر التطورات، مراسلتنا من القدس أحلام عثمان.